محافظات مصر شهدت مجموعة من الأحداث أبرزها تنفيذ مشروعات الرصف بالخطة الاستثمارية بنسبة 92% في محافظة أسوان، كمان إعادة تشغيل حمام موسى بطور سيناء بعد إغلاقه للصيانة. كمان معانا افتتاح 5 مساجد جديدة بمحافظة بني سويف والكشف على 1282 حالة بالمجان في قرى حياة كريمة، وده في غرب الإسكندرية. خلينا نتابع باقي التفاصيل في التقرير اللي جاي. محافظات مصر شهدت مجموعة من الأخبار. محافظة أسوان أعلنت تكثيف الأعمال الجارية بالطرق للانتهاء من المشروعات المدرجة ضمن الخطة الاستثمارية أو المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وتم التشديد على أهمية الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة، وبيتم العمل على قدم وساق لإنهاء أعمال الخطة الاستثمارية للرصف للعام المالي الحالي اللي بيصل إجمالي أطوالها 50 كيلومتر وباعتمادات 131.5 مليون جنيه وبنسبة تنفيذ وصلت ل 92%. الوحدة المحلية المركز ومدينة طور سيناء أعلنت بدء تشغيل حمام موسى واستقبال الزوار من داخل المدينة وخارجها بعد أن أغلق حمام موسى لعدة أيام لتنفيذ أعمال صيانة تطهير أحواض السباحة حفاظاً على سلامة المواطنين. مديرية الأوقاف بمحافظة بني سويف افتتحت 5 مساجد بعد الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد بمراكز بني سويف وبيبا وناصر، وبتشمل الافتتاحات في بني سويف افتتاح مسجد التقوى بقرية الفقاعي مركز بيبا، ومسجد الشيخ ياسين بمدينة بيبا، ومسجد كامل متولي بقرية بهبشين بمركز ناصر، ومسجد علي ناصر بقرية إهوة بمركز بني سويف، ومسجد التوبة بحي الأزهري بمدينة بني سويف. مديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية نظمت قافلة طبية بقرية بنجر 3 بالوحدة الصحية بمنطقة برج العرب بالإسكندرية اللي بتبعد 28 كيلومتر عن أقرب مستشفى ليها، مستشفى برج العرب المركزي، وده في إطار مبادرة حياة كريمة. ضمت القافلة 8 تخصصات: بطنة وأطفال وأسنان وجراحة وعظام وتنظيم أسرة ونساء وجلدية ورمد. تم خلال القافلة توقيع الكشف الطبي على 1282 مريض من أهالي المنطقة وصرف العلاج مجاناً بالكامل ليهم. من أرض مطار رحلات البالون الطائر بمحافظة الأقصر تم تحليق 25 رحلة بالون أقلت على متنها حوالي 520 سائح من حول العالم في أجواء من البهجة والفرحة بالبر الغربي، وبتحصل شركات البالون الطائر فجراً على إشارة البدء بالتجهيز من الشركة المصرية للمطارات، وبيتم بدء ملء البالونات بالهواء البارد ثم الهواء الساخن وفحص شامل من المصرية للمطارات لكل بالون. جداول الوصول لمطار الغردقة ومرسى علم الدوليين كشفت عن وصول 17,000 سائح من مختلف الجنسيات قادمين على متن 86 رحلة طيران، وبتشهد محافظة البحر الأحمر ارتفاع كبير في نسب الإشغال السياحي تزامناً مع وصول أعداد كبيرة من السائحين بالإضافة للآلاف من المصريين خلال أجازة الصيف. محافظة أسيوط شهدت تنفيذ أعمال إنشاء سوق نموذجي بمدينة ساحل سليم بتكلفة 1.5 مليون جنيه ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة اللي بيجري تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة وفقاً لاحتياجات المواطنين، وده لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وفقاً لرؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة. مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ أعلنت فتح باب تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني بدءاً من صباح غد الأحد وتنتهي 30 يونيو الجاري ما عدا أيام الجمعة والسبت وأجازة عيد الأضحى، وبتبلغ رسوم التظلم للكراسة الواحدة 35 جنيه.